آلاف اليتامى من الأطفال خلفتهم العمليات العسكرية في الموصل التي نتج عنها دمار كبير وعدد كبير من الضحايا لا يعد ولا يحصى. اليتامى كانوا أكثر المتضررين حيث غصت الموصل بهم إلى أن لقبت بمدينة اليتامى. هنا في هذه القاعة اجتمع أكثر من 500 طفل يتيم بدعوة من فريق الموصل التطوعي في محاولة لرسم البسمة على وجوههم من خلال تأمين ملابس العيد لهم ولأمهاتهم. فريق الموصل القديمة التطوعي نشتغل حصرا في منطقة الموصل القديمة حصرا. عندنا عدة نشاطات، من ضمن نشاطات السلات الغذائية والفطور والسحور، وآخر حملة اللي هي كسوة العيد، يعني استهدفنا ما يقارب 680 طفل في الموصل القديمة الذين فقدوا آبائهم في أثناء عمليات تحرير مدينة الموصل. نعمل على مبادرة كسوة العيد لشراء الملابس والأشياء التي تفرح الأطفال مع قرب عيد الفطر المبارك. هذه الحملة وغيرها اليوم نستهدف قرابة 500 طفل يتيم فقدوا آبائهم أو أمهاتهم جراء الحرب الأخيرة على مدينة الموصل. السلطات الحكومية تهمل بشكل واضح شريحة الأيتام في البلاد، كما أن مؤسساتها لا تتابع هذا الملف ولا توجد إحصائية حكومية لهم، ناهيك عن فقدان الكثير من الأطفال لذويهم الذين لا يزال مصيرهم مجهولا، الأمر الذي تسبب بضياع حقوق الكثيرين منهم. ناشد يعني الجهات السياسية والحكومة المركزية بالنظر إلى العوائل الذين فقدوا آبائهم أثناء الحرب وهم مفقودين، وذول حقوقهم ضايعة يعني بالدولة، أنه لازم الدولة تنظرهم إلى نظرة أنه تضع لهم فد آلية حتى تساعدهم. يعني الدولة تقول لازم 4 سنوات حتى تطلع شهادة الوفاة وبعدين ينطوهم حقوقهم. 4 سنوات هاي الأرملة والأطفال يعني إيش تأكل؟ هناك تقصير كبير بدعم شريحة الأيتام والذين فقدوا يعني آبائهم جراء الحرب. آلاف المعاملات للتعويضات والرواتب المفقودين لم تخرج إلى الآن. هؤلاء الأيتام والعوائل تحتاج إلى أي دعم ممكن تقدم لهم. نحن كشباب نقدم ما نستطيع، لكن لا نستطيع أن نوفي هؤلاء العوائل. لابد من الحكومة والجهات المعنية تقديم الدعم لهم، سواء بإخراج الرواتب أو تعويضهم على الأقل لإعانتهم في هذه الحياة الصعبة. وإلى أن تعود السلطات الحكومية لأخذ دورها تجاه الأيتام العاجزين عن إعالة أنفسهم وتتحمل مسؤولياتها بتأمين حقوقهم التي تحفظ كرامتهم وتحميهم من الضياع، يبقى الأمل والرهان الكبير على المنظمات الإنسانية بتقديم الدعم والرعاية للأيتام.